استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين في القيادة العامة مع السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب وذلك بحضور سعادة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع وخلال اللقاء رحب صاحب المعالي القائد العام لقوه دفاع البحرين بمعالي رئيسه مجلس النواب حيث تم استعراض اوجه التعاون والتنسيق القائم بين قوه دفاع البحرين ومجلس النواب